احنا مبادره اسمها براح امن، هي مبادره الكترونيه. راديو براد اوفلاين في اسماعيليه. مبادره دورك في جنة. جنوبيه حره مبادره نشات في اسوان. انثى هي مجموعه بدات في البحيره من 2014، بنشتغل عن التمييز ضد النساء بجميع اشكاله. بدانا كحمله بهاشتاج على الفيسبوك الحريه المعتقلات داخل البيوت المصريه، ده كان في ابريل 2015. بعد كده الموضوع اتغير لقانون يحمي الفتيات من العنف الاسري، كنا يعني بنطمح ان احنا نعمل مجموعه ضغط لاصدار قانون. بعد كده ابتدينا نشتغل اكتر على القضيه، فابتدينا نفهم اكتر ان الموضوع مش محتاج بس قانون، ده فيه توعيه، ده فيه ان احنا نفهم الناس ان فيه اصلا عنف اسري، ان احنا كمان نرفع وعي النساء ان اللي بيحصل عليهم ده عنف اسري. فابتدينا نشتغل على التوعيه. انطلقنا بعد ثوره 25 يناير. الراديو كان بشكل عشوائي الاول، ما كانش فيه لينا اي حاجه غير ان احنا تجمع بنات بس، كلنا اتجمعنا مع بعض علشان نعبر عن راينا ونتكلم في حاجات خاصه بينا كبنات. ما كانش لينا بقى لا رؤيه ولا رساله ولا اهداف، ولا كنا عارفين نعمل ايه غير ان احنا كلنا عندنا غضب بعد الثوره، كلنا عندنا حاجات عايزين نتكلم فيها، عايزين نقولها. فقررنا ان احنا هنعبر ازاي، هنعبر عن طريق راديو بنات اوفلاين. المبادرة بدأت في جنة من 2014، ديسمبر 2014، لأن ما بدأناها كنا 3 بنات. الفكرة كانت حوالين إن إحنا إزاي ننشئ كيان نصب فيه أفكارنا اللي هي بتتعلق بأوضاع النساء في الصعيد تحديدا. الجنوبية حرة هي مبادرة في الأساس نشأت بعد الثورة. إحنا بنشوف نفسنا بنات، أولا خرجنا للمجال العام في الثورة وجزء مننا ما خرجش للمجال العام في الثورة بس ضم علينا بعد كده. جنوبية بتشتغل على العنف الأسري، بتشتغل على المشاركة السياسية، بتشتغل على حاجات ليها علاقة بالتحرش في المجال العام والخاص. أول ما بدأنا كنا 7 بنات، وأول ما بدأنا بقى نعمل إطلاق للراديو وبدأنا نقول إن إحنا مجموعة بنات وكده، لقينا اهتمام من الإعلام كبير جدا. بنات بتعمل حاجة، بنات عامل حاجة لوحدها مش عارفة إيه بتاع. أول ما بدأنا بقى الناس تتكلم عننا وبدأنا ننزل الإسماعيلية وننزل الشغل في الشارع والناس بدأت تشوفنا، بقى بنات كتير جدا تنضم علينا. ما كانوش كلهم عندهم نفس الهدف بتاعنا أو نفس فكرتنا، بس لما اتجمعوا علينا بدأوا يقولوا مش الحاجات بمصطلحاتها الكبيرة، بدأوا يقولوا أيوه إحنا بنتعرض البنات معاكسات في الشارع، ايوه احنا مش عارفه ايه. بعد ما بقينا 7 بنات بقينا 25 بنت، وكلهم كانوا متحمسات جدا، وكلهم كانوا بينزلوا بقى يعملوا ايفنتات في الشارع وينزلوا يتكلموا مع الناس، وعملنا كارنيهات لطيفه كده كلها مكتوب عليها راديو بنات اوفلاين. فقعدنا نحاول كتير جدا نفهم الناس فكرتنا ورؤيتنا واحنا بنعمل ايه. كل ما ننزل ايفنتات الناس كانت بتضم علينا، كان الاساسيين كانوا 25، والناس اللي كانت بتنزل لنا الايفنتات مخصوص تشتغل معانا كانوا لحد ما وصلوا 40. نسبه المستمعين كانت كبيره جدا، كل الناس كل الولاد اكتر حاجه عايزين يعرفوا البنات دول بيقولوا ايه، فكانت نسبه المستمعين كانت عاليه جدا. طبعا ده قعدنا احنا، انطلاقنا كان في 2012، من 2012 لحد 2014 و13 كده الدنيا بدات تنام. كنا 3 بنات لما بدانا المبادره، وبداناها من خلال جروب وبيجي على الفيسبوك. خدنا فتره طويله بنشتغل اونلاين لان احنا ما كانش عندنا خلفيه كبيره، يعني احنا ازاي نشتغل على قضايا الستات بشكل خاص في الشارع. كنا خايفين وكنا مترهبين يعني الموقف، وكان برضو الموضوع فيه شويه، وانا مش عايزه اقول عنف نفسي، بس كان بيحصل فيه ضغط، انتوا ايه اللي بتتكلموا فيه ده، انتوا مش عارفه ايه، يعني الموضوع الناس مش على اجندتها اصلا فكره الستات وقضاياهم يعني، وحاسين ان ده اوفر مننا احنا، يعني ان احنا بنتكلم في حاجات ما هياش مهمه دلوقتي وما هياش ممكن تكون حقيقيه اصلا يعني. فكل ده منعنا ان احنا ما ننزلش نشتغل على الارض فتره طويله. كنا شغالين اونلاين، كنا بنشتغل على فكره التوعيه عن الختان، عن الحرمان من الميراث، عن الحرمان من العمل، عن الحرمان من التعليم، كل الحاجات اللي هي منتشره جدا في الصعيد. كمان الحوادث اللي لها علاقه بال يعني بفكره الاجبار على الزواج من داخل القبيلة أو من برا القبيلة، كان بيحصل قتل، وكان بيحصل كمان يعني لو هي قتلت من أهلها يعني كان بيحصل طبعا تغيير في الأوراق المحضر، يعني مقاسي من هذا النوع. بعد كده قررنا إن احنا ننزل الشارع نشتغل. في 2012 بدأنا تقريبا كنا 8 بنات و3 ولاد، كنا مختلفين تماما عن بعض.
انا بشوف الخناقه اللي احنا اتخانقناها في الاول بتاعه ما هو سياسي وما هو اجتماعي كانت مهمه جدا في بنا جنوبيه حره. ممتنه كمان لتجربه ان الولاد كانوا معانا في الاول وان احنا قررنا ان احنا نقود المجموعه، فقررنا ان احنا نحط قواعدنا كامله، فاللي هو موافق على وجود البنات هم بيقودوا وعنده ايمان كامل ان الستات لازم تتمكن هو اللي هيبقى موجود معانا مش اي حد تاني. بعد 2014 بقى وبدانا ندخل بقى في احداث كتير جدا بقى مرتبطه بقى بمشاكلنا مع الاخوان المسلمين والتضييق بقى على المجتمع المدني وكده، والاهالي بدات تخاف على بناتها انها تنزل، وبقينا بنتعرض لحاجات كتير جدا. اولها ان احنا قفلنا المكان بتاعنا بسبب ان احنا مبادره وما عندناش شكل قانوني. من ساعه ما قفلنا المكان واحنا بقينا نتشتت بقى تجمعاتنا صعبه جدا ان احنا نتقابل في كافيه، لان احنا عندنا قله موارد اصلا. يعني احنا بالجهود الذاتيه بندفع الدومين بتاع الراديو او ان احنا ندفع الفلوس عشان نقوم من الراديو، او اللي يفضل مستمر لحد دلوقتي. ففكره ان احنا بقى نتقابل في كافيهات او ان احنا نبث من بره او كده، فالموضوع بقى صعب. بقينا نسجل الحلقات بقى محتاجين مكان فيه واي فاي، بقى محتاجين حاجات. الناس بقت بتكسل، الناس بقى عندها احباطات بسبب الجو العام، حاسين ان مفيش فايده. في الاول كان عندنا مشاكل تنظيميه وحاجات ليها علاقه ب ازاي بنى المجموعه واحنا هنشتغل على ايه ومش هنشتغل على ايه. بعد كده قابلتنا مشكله وجود الرجال في المجموعه، وهل هم عشان ممكنين هنسيبهم يقودوا المجموعه ولا نخلي البنات هم اللي يقودوا المجموعه. بعد كده انتقلنا ليه احنا عايزين نعمل مشاريع، هل احنا ممكنين كفايه ان احنا نعمل مشاريع، وهل عندنا موارد ماليه تكفي المشاريع دي ولا لا. في حاجات كانت بتتم بالشراكه، في حاجات بنتعلمها ونعملها لوحدنا، في حاجات بنلملها فلوس. يعني دلوقتي احنا في مرحله ان احنا محتاجين صف تاني، محتاجين الناس تبقى معانا ومش هما نفس المجموعه اللي بدات من 2012 يفضلوا مكملين. احنا كنا ثلاث بنات، كانت في ناس بتضم علينا وتمشي، ولانه اولا احنا ما عندناش دعم مادي، ما يعني بنشتغل متطوعين، اعتمادنا كله على تبرعاتنا الذاتيه، او مثلا حد يدينا قاعه او حد يتبرع لنا بالبروجيكتور بتاعه، فاحنا شغلنا كله قائم على هذا الاساس يعني. فما عندناش فلوس لحد، وبالتالي لو حد ما عندوش وقت اضافي لينا مش هيعرف يشتغل او يكمل معانا. احنا مجموعه من محافظات مختلفه، ده بيأثر طبعا ان احنا ما بنعرفش نتقابل على طول، يعني بيكون التواصل الالكتروني اكتر او تليفونات يعني لو امكن، بس ده بيأثر طبعا على المجموعه ان بنبقى حاسين ان احنا منفصلين شويه عن بعض. ضعف الموارد البشريه والماديه، وان احنا محافظة بتتكون من قرى كتير جدا وبينهم طرق متباعدة، فبيبقى صعب شوية ان احنا نوصل لكل الاماكن. الظروف المجتمعية وشكل طبيعة اسوان وتركيبة البلد كاملة يعني. كنا بنعمل ايفنتات في الشارع، بس ده ساعة لما كان في شارع، لما كان عندنا مساحة ننزل الشارع. احنا مبادرة الكترونية فمفيش موارد، فده بيبقى بيشكل صعوبة شوية ان احنا نكون مثلا ملتزمين بالشغل اللي احنا بنعمله في نفس الوقت. انت الوضع اللي موجود في مصر ما يخليناش مثلا ننزل نسجل او ننزل نجمع شهادات، فده بيقف ضدنا، بس احنا بنحاول نتحايل على ده بحاجات تانية. فكرنا قلنا خلاص احنا نعمل تشانل على اليوتيوب ونبدأ ننزل نعمل افلام قصيرة، ناخد حاجات الراديو نسجلها ونرفعها، برضو نسبة المستمعين ما كانتش كبيرة. بدأنا بقى نحبط فوقفنا، وقفنا فترة كبيرة، وقفنا سنتين مبنشتغلش، بس بندفع الدومين بتاع الراديو وبندفع فلوس الموقع لما من بعض وندفعها بحيث ان هو يفضل شغال. احنا في فترات اضطرنا ان احنا نهدي فيها الشغل، سواء كان على السوشيال ميديا او على الارض، يعني انه احيانا كان بيوصل لنا احباطات طول الوقت ان احنا بنشتغل في الهواء، وان احنا مفيش حاجه اسمها ستات مظلومه، وان احنا بالعكس احنا الصعيد واحنا رجاله واحنا عارفين نحافظ على بيوتنا، واللي انتوا بتقولوه ده اصلا كلام ملهوش اي اساس من الصحه. فكنا طول الوقت بنطعم بالاحباط، وده كان بينعكس على طريقه الشغل بتاعتنا والريتم بتاع الشغل نفسه ماشي ازاي. بنتعامل مع كم من القصص
مليانة عنف احنا نفسنا بنتأثر بده. ففي فترة بنقع مثلا على الحبس المنزلي كانت قصص مرعبة جدا. كان في مثلا واحدة والدها منع عنها الدواء، واحدة اهلها حبسينها وما بيخرجوهاش، بيمنعوها من الاكل. الفكرة ان احنا بنحس ان احنا مش عارفين نعمل لهم ايه. يعني هو هل هقدر هروح اخدها من بيتها؟ فهل في قانون هقول لها في قانون تلجئي له؟ مفيش. ده بيأثر علينا اكتر، بيحسسنا ان احنا عايزين نساعدهم وفي نفس الوقت مش عارفين نساعدهم ازاي، واحنا مهتمات ان احنا نساعدهم. يعني بنحس كمان احنا في مسؤوليه ان احنا نفضل نحافظ على امن الناجيه، ان احنا ما نبينش معلومات. بس في نفس الوقت بيجي لنا اتهامات، القصص دي انتم مؤلفينها، القصص دي انتم جايبينها منين؟ فبنحاول ان احنا نرد لا، القصص موجوده، دي شهادات مجهلة. فبنحاول يعني.